اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. بجد ترحيب بضيف العزيز كريستيان ايميل، واحد من اهم وكلاء اللاعبين في منطقتنا، والشركه بتعمل مع معظم اللاعبين والمدربين في العالم اجمع. في تقريرنا قلنا ان عبد الله السعيد كان عنده عرض من شيفيلد يونايتد في انجلترا، كنت انت المسؤول ولماذا لم تنجح الصفقه؟ No, I was not responsible for that. لا انا ما كنتش انا اللي مقدمت العرض دوت، انا كنت غير مسؤول عنه. That was not my I didn't bring this offer. No. طيب ولا رمضان صبحي؟ No, رمضان صبحي where to England or to عرض رمضان صبحي لانجلترا ولا involved in ما فيش. لا انا كنت it's not my player. No. بوجهة نظرك صحيح مش اللعيب بتاعك، لكنه لعيب بصغر السن ده، لعيب بالموهبة الكبيرة دي، لعيب مع النادي الأهلي، مع المنتخب الوطني، مع المنتخب الأولمبي، عمل عروض رائعة، لماذا لم تنجح تجربته الاحترافية في انجلترا؟ when he came to England لما رمضان أتى إلى انجلترا زي ما قلت قبل كده، هو صعب جدا ان اللاعب ياتي من مصر الى دوري زي دوري الانجليزي، لان رتم اللعب ورتم الاداء البدني في مصر اقل بكثير من الدوري الانجليزي، وطبعا المناخ مختلف، سرعه اللعب مختلفه، صعب جدا للاعب في سن صغير ان هو يتاقلم في دوري زي الدوري الانجليزي. انا ما اقدرش اقول ان هو فشل، لكن اقدر اقول انه احتاج الى وقت اطول ان هو يتاقلم. رايي الشخصي ان هو كان لازم ينضم الى دوري اوروبي اخر، كان ممكن ينضم لاي فريق اوروبي اخر، لان هو موهوب وعنده امكانيات، وشفنا كده هو في كاس افريقيا تحت 20 سنه. وممكن اسالك سؤال مثلا، خلينا ناخد تجربه